وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق ضيف الكريم بعد التحية. الرئيس السيسي وصل إلى العاصمة الصربية بلغراد في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، كيف ترى دلالات هذه الزيارة ورسائلها باعتبارها الأولى للرئيس السيسي؟ الحقيقة يعني الرئيس السيسي أساسا بيبحث عن تغيير اقتصادي لمصر، فصربيا من الدول المتقدمة جدا في الصناعات الهندسية ولها تاريخ أيضا في التعاون مع مصر أيام كانت جزءا من جمهورية يوغوسلافيا. نعم. وفي علاقات تربط بين صربيا فنيا وهيئة التصنيع المصرية، التصنيع والإنتاج الحربي. نعم. وبالتالي فإن الزيارة في أساسها لها شقين، شق سياسي وشق اقتصادي. الشق السياسي أن مصر دائما في عهد الرئيس السيسي تتصل بجميع الدول وتنفتح على جميع السياسات ولا اتصالات مع كل الدول، لحيث أنها تستمع إلى مشاكل المنطقة هناك ويستمعون هم أيضا إلى مشاكل مصر ومشاكل الشرق الأوسط والمشاكل الأفريقية. أما بالنسبة للمسألة الاقتصادية بالذات فالرئيس يبحث الآن عن علاج المسائل الاقتصادية المصرية المتنوعة، المصانع المتوقفة والمشاكل المتعددة في التصنيع والإنتاج، وبالتالي فإن الزيارة صربيا تأتي في هذا الإطار. نعم، السفير إبراهيم الشويبي مساعد وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.